طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شباب كيفكم؟ إن شاء الله بخير. إن شاء الله كلكم طيبين. أنا طبعا الحساب بتاعي ده اللي فقدت ال أقول لك شنو؟ فقدت الفولورز كلهم، ناس الفيسبوك لغوا كل الفولورز بتاعني. المهم، على كل حال، أنا اللايف ده والله العظيم أتمنى كل الناس تشاركوا بأي صورة. اخوانا عليك الله كده، بس صلوا على النبي وشيروا لنا اللايف ده، عليك الله شيروه في كل الجروبات. انا والله ده اقول كلام مهم، يعني انا اعتقد انه ده اهم كلام حقوله في حياتي، يعني ما عارف ابدا من وين ذاتي، والله العظيم ما عارف ابدا من وين. كويس، عليك الله شيروا لنا اللايف ده في كل الجروبات، في كل الجروبات في انتظار. عليك الله شير يا اخواننا، شير 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 يعني. طيب يا اخواننا، انا قبل شهرين عملت لايف، كان قلت يا اخواننا ان في مجموعه من الناس شاهدوا بنات مخطوفات في حفله في قريب لي الضعين، قريب لي مدينه الضعين. كويس، المعلومات دي تتضح اكثر اكثر. البنات المخطوفات حوالي 80 بنت من خرطوم ومن بحري، بيبيعوا في نفسي في مزاد، تخيل، انفضحنا. بس بنات الشعب السوداني بيبيعوا في مزاد، بيبيعوا في جنب الفاشل في مزاد، عشان تكون عارف. واحد خلوهم تواصلوا مع اهلهم طالبين في البس 60 مليار. كويس، واحدين ما عندهم اهلهم ما لاقي لهم صلاه، ده بيبيعوا فيهم في مزاد عديل. كويس، مزاد بيتعرب. شوف ده والله العظيم، انا اتصل علي اسي، انا واحد كان قاعد في المزاد من اولاد دارفور ديل، قال لي يعني المزاد مكتوب في المزاد بيتعرب حره. كويس، بيفتحوا المزاد بخمسة مليار. انا جاد معاكم، انا جاد معاكم والله العظيم، تماما تماما. شوف احنا فضحتنا، حصلت وين؟ شوف احنا حصلنا وين؟ شعب السودان حصل وين؟ بنات، بنات الشعب السوداني، بناتنا، بنات اخواتك، دل ما اخواتك، كان رضيت ما رضيت مع اخواتك، بيبيعوا فيهم في مزاد، مزاد علني قدام العالم كله. كويس، وبوضحوا فيهم ان يا اخي ديل من بنات الخرطوم. كويس، بنات عرب حرات بيبيعوا فيهن. كويس، ده على حسب كلامه. كويس، في مزاد علني لسه احنا عندنا ناس بيقولوا يا اخي انتوا بلابسه، لازم الحرب تقف، ولازم الناس تصل لمفاوضات، ولازم. انا ما عارف هو المبدا اساسا. انا اقعد مع زول سارني وناهمني وشايل اخواتي. كويس، وعامل سبع زومات، اقعد اقول لك شنو اتفاوض معاه وعلى شنو كذا المبدا، قاعد في بيتي. كويس، وسرق اخواتنا والداهن عديل بيبيع فيه في مزاد علني. كويس، نقعد نتفاوض معاه على شنو؟ انا داري افهم احنا الحاجه، السبب الوحيد اللي بخلينا نقعد نتفاوض مع الجنجويد شنو؟ عشان نرضي منه. ما عندنا حاجه نخسرها، البيوت خسرناها، دكاكين خسرناها، اخوان خسرناهم، المفاوضه تاني نقعد نتفاوض لشنو؟ انا دار واحد من الناس بتاع القحط دل بيقول له يا اخي نقعد نفاوض، مبدأنا في المفاوضه بين الناس يا اخي، ناس يا اخي كان في حرب عاديه، حرب بين جهتين عندهم هدف محدد. كويس، بيقعدوا بيتفقوا على هدف محدد، لكن اساسا الليل احنا والجنجويد والدعم ما عندنا، ما عندنا حاجه ذات نقعد نفاوض فيها. يعني حق نقعد عشان نتقاتل، نقعد عشان نتقاتل، وبعدين الحاجه سوا ما بتصالح، ما حاجه بترجع، ما حاجه بيرجعوا فيها، ولا حاجة الواحد ممكن يتنازل عنها، ولا حاجة ممكن الواحد يتفاوض عليها. ما في ذول بيقدر يتفاوض على شرفه، ما في ذول بيقدر يتفاوض على ماله. ونقول له شنو؟ يعني نقول أسوأ الحياة، اندمجوا في الجيش، قول قاعد عديل عام مفاوضات، يعني شو اندمجوا في الجيش، يتم خلاص يطلعوا برا الخرطوم، يطلعوا يمشوا، ده كله بيحل المشكلة؟ بيحل مشكلتنا احنا؟ احنا مشكلتنا عندنا سرقت بيوتنا، سرقت عرباتنا، سرقت اخواتنا،
ما عندنا حاجة نقعد نتفاوض مع مبدأ مسري. ما عندنا مبدأ يا أخي. أنت ما عندك أهل، أنت مقطوع من شجرة، ما تيجي تفرض عليك الكلام ده. أنا داركم تفهم الكلام ده يا غحت. ما تقعد تتكلموا علينا ساي يا أخي. أنت والله طالع كان طلع من الدين أبو أهلكم كويس في السودان ده، ما بتجوا تاني الرؤساء على السودان وما دارين معكم ده، وما تكلموا باسم الشعب السوداني. ما في واحد وما لا دارين سياسة. إحنا عندنا مبدأ واحد بس لحد ما يشيل الحاجة. الحاجة الوحيدة الممكن ترضينا الليلة إنه الدعم السريع ينتهي ويموتوا كلهم كويس، وبعد ما يموت في الخرطوم يموت القاعدين في دارفور. بعد اللي بيموت في الخرطوم هنا يموت القاعدين في دارفور. الناس اللي هواني مش يستمتعوا بقروشنا يشيل شالين أخواتنا يستمتعوا بين. هل بنرضاها؟ هل تاني هل ذاتها تاني في عيشة؟ إحنا نزلنا قدام العالم كويس، نزلنا عادي جلة عادي جزلة كاملة ما ضقناها قبل كده. ما ضاق الإنجليز ما سواه كويس، أي احتلال السودان ما سواها ما دي ما سوت قبل كده في الشعب السوداني. دي ما سوت يا أخواننا نحن نخصم دين الله. الزلانة جنزلة لا يعلم بها إلا الله. يشربنا في كل دول العالم، يشربنا في أي حتة. المصريين يا أخي، المصريين لقوا الحريات الأربعة. كل أسد بتتعامل كأجنبي في مصر معاملة كاملة، تمشي تقطع تسكرة حقة المترو ده ما تقطع من مع المصريين في شباك. عملوا لنا شباك تاني كويس. الناس كلها أي زول عنده حاجة بيقدر يقطع منك يشيل منك الآن بيشيله. إحنا الآن ما عندنا إلا إحنا وكل شعبنا نكون سوا يا أخواننا. ده احتلال كامل اللي بيسووه في الجنجوي ده، احتلال كويس. ما في زول محتل بتمشي تتناقش معه. أنت بتقول ما عندك ناقة وجمل في شنو؟ أنت قاعد لشنو؟ كويس. ده يعني انت اصلا بتعتقد انه الجيزه هنهار كويس، والبلد دي استلمها جنوي، هتطلع تشيل لك افضل اسقط حكم العسكر؟ ما هتاخد طلقه في دينك هيقتلوك كويس. انت هتقدر ثاني شيء سلاح؟ ما هتقدر ولا هتقدر تقعد في الدوله اللي اسمها السودان. انتوا كلكم كشماليين كزرقاء كاي حاجه ما هتقدر تقعد في السودان. كل احد انطرد تكلم من السودان كلكم بكل والله. انت اللي تقول لي هدنده، ولا انت تقول لي نباوي، ولا انت تقول لي جعلي، كلكم تنضربوا وتتكتلوا. ده زول بيتكي الزول بالضحو ده الخروف بيمسح بسكين وكده شو في هدومه وبدخله. تتكلموا عن شنو انتو بس؟ يعني هو زول خان 4 مرات ولا 5 مرات، تاني اعمل معه اتفاق؟ ويت انا ذات السؤال اللي لسه انا محيرني. بيقول لي حاضرين نعمل كويس، عاوزين نعقد اتفاق مع الدعم السريع، نعمل مفاوضات مع الدعم السريع كويس. قال بتتخطى في الطرابيزه حلقه المفاوضات شنو كويس يا اخي. زمان مثلا المفاوضات كانت بتتم الحركه الشعبيه كويس، والحكومه بيجي يقعد يا اخي شنو نتقاسم سلطه يا اخي. المشكله السلطه، المشكله مش هسه احنا نقعد نتفاوض معاهم شنو المشكله. شايلين النسوان اختصبتوهن، نقعد نتفاوض نقول لهم يا اخي اختصبتوا اخواتنا، رجعوا لنا اخواتنا يا اخي، ما تختصبون ولا نفهم. نقول معاهم شنو يعني؟ انا لا اقدر افهم يا اخي ما فهمني يا خالص لي. اطلع عديل قول لنا يا اخي، قول لي عديل كذا يا اخي. انا دار اقعد اتفاوض عشان الحرب دي تقيف، وتقيف لشنو كويس؟ دائما الحرب دي تقيف عشان شنو؟ عشان القرى يعني خلاص كذا نكتفي. ال 150 الف عربيه و 702 150 شالوها خلاص، ننسى الموضوع خلاص، قصه تحت. قولوا شنو دكاكيننا ومحلاتنا كويس، وبيوتنا واساسنا وكل حاجه كويس. دي نقول لهم خلاص شيلوها كويس. احنا عندنا شو تاني؟ احنا ذاته عندنا شو يعني؟ لا كرامه لا شرف لا ما عندنا اي حاجه. نفاوض في شنو؟ يتعرضنا احنا نقعد نفاوض في شنو يعني؟ نقول في شنو يعني؟ احنا ما فجأة كده البلد دي دخلوا علينا حراميه، في زول بيقعد يخطط له حرامي يقول يتفاوض معه؟ يا اخي خافوا الله فينا يا اخي، خافوا الله فينا يا اخي، يا اخي كل شوف يا اخي الناس كلها بتنكرب وبتقعد مع ناس وهذا شوف شغله شنو؟ انتوا طلعتوا برا شغالين ضد الدوله السودانيه الان، انتوا شغالين ضد المواطن. كويس كل الاتفاقيات والضغوطات الضغطوا بها الجيش عشان يوافق على الهدن كانت كلها في شنو؟ في صالح الدعم السريع وانتشار داخل الخرطوم. درسوا معانا لشنو انتوا؟ يعني شنو؟ يا اخي انتوا حكومه ادينا لكم لا 3 مرات قبل كده، ادينا لكم لا سنه 65، ادينا لكم لا في الاستغلال، ادينا لكم في 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 74، ادينا لكم لها يا اخي تقسيم 2000 روحتوها كلها سلمتوها انتوا كلها وبيناتكم ما جبنا حاجه غريبه بيناتكم. الحزب الشيوعي من الصباح طردوهم من المجلس الوطني، امشي جيب نوير اعمل بون انقلاب. عمر البشير الكيزان طردوهم من المجلس الوطني، امشي اعمل بون انقلاب. ما في انا اتمنى انه عسكري كذا صح صباح كويس، اصحى صباح براه وكذا تكون البلد قافله معه، امشي اعمل انقلاب عسكري. ما في لحد يوم الليل ما حصل انقلاب عسكري في الدوله السودانيه، كل انقلاب بتاع احزاب ضد احزاب، كل انقلاب بتاع احزاب ضد احزاب
كويس انتوا السبب الاساسي في دمار الدوله السودانيه كويس. احزاب الميتي حير دي هي ضيعت السودان, حضيع السودان مليون مره مليون سنه حضيع السودان كويس. ما في لحد قلت لكم اتحدى اي زول, اتحدى اي زول كويس يجيب لي يوم من الايام واحد من الجيش عمل انقلاب طلع براب كده قافله معاه في راسه كويس, قال الدوله دي اخر دار غيرها. ما في ما في كلام زي ده, كله انقلاب بتاع انقلابات بتاع احزاب كله, حتى 28 ضابط انقلاب بتاع احزاب حزب البحث كلهم ناس منظمين. السودان مشكلته كلها في اولاده, السودان ما عنده مشكله ثاني كويس, يعتبر الدعم السريع ده ما عنده علاقه بالسودان. ده الناس دي ناس والله قاطعين من كل الدنيا دار صعب من البلد دي. احنا اولادنا اجر منه انجرع مشى قاعد في الحدود, خلى بلد خالاته وخلى بلد عمه مشى الحدود عشان يمشي يسافر مصر عشان يمشي هناك يمشي يقعد في القهاوي كويس. اولاد شعب السودان تخارجوا الاولاد فاتوا كويس, خلوا الناس يشيلوا خلوا الجنجويد يشيلوا في النسوان ويشيلوا في البيوت ويشيلوا في العربات ويشيلوا في هناك ويضرب من برا. ها يا اخوان عربيتك بتعرفك سال من على شو, ما انت خليته في الزيت, انت خليت عربيتك في الزيت, خليت بيتك في الزيت كويس. ودي الدنيا دحلت الدنيا البغالي الاغوى, انتوا ناس جاوا هنا ده ودخلوا من اول يوم كلمتكم قلت لكم يا اخوانا ده احتلال والناس اللي حيعمل فيكم ما حيعملوا كويس. اثبتوا ابقوا رجال شيلوا صحوا اول حاجه ودافع عن نفسكم, دافع عن نفسك عن عرضك دافع عن مالك كويس. شبكتونا يا هذه الحرب حقت كيزان وحقت جنجويد, الكيزان جات شنو؟ الكيزان نفسه ارجل من اي ظل قاعد في البلد دي. الكيزان نفسه ما شاء الله صح عديل بيموتوا كل يوم زي الفطايس عندنا له بيموتوا كل يوم شو زي طماطم. هرج الناس قاعدين عارفين قضيتهم وده بيقاتلوا من اي وقاعدين انتوا اللي عاوزين الحريات وعاوزين الديمقراطيه وعاوزين ما بعد عملتوا شنو؟ فزيتوا خليتوا البلد الجنجويد كلكم حتموتوا. شوف اقول لحالي كما اخذتوا الخيار الان كويس الان اللحظه دي دافعتوا عن نفسكم كلكم حتموتوا. ما كل يوم مثلا نبقى 5 و15 و20 من الشباب وما بتحس بالحاجه دي الا ساعات داخلين جوا بيتك, الا ساعات يبقوا داخلين جوا البيت انت بتحس بالحاجه دي انه نازل جو كويس. وانت خلاص بعد ده بقيت في قدامك اخواتك وقدام فردك وبعد ده مضطر حتموت برك زي جدادك كده ما شايل ما عندك حق الدفاع عن نفسك ذاتك, لانك من البدايه ما دافعت عن نفسك ما اخذت القيار انه خلاص انت عارف دي الحياه دي حصلت اول حله جايك جوا بيتك, حصلت اول الشارع هناك حجاك في بيتك جايك في بيتك ما في شك. اخوانا خافوا الله في روحكم, خافوا الله في بلدكم, خافوا الله في اخواتكم القعدات دين, في نسوانكم القعدات دين, في النهايه كل الحي يشيلون انت قال حيرفعوا عنك, قال لانك انت شويع حيرفعوا عنك, قال انت عشان حزبهم حيرفعوا عنك, قال انت عشان حزب يعني عشان مطبر سلاح حيرفع, ما بيرفعوا منك دل ما حيرفعوا منك والله ويرفع تكون مهما تكون ما حيرفعوا منك. شوف ده حتدفع شوف ده عشان كده خد الخيار من نفسي خيارك السي كويس. لا تقول لي يا خان مول برهان, لا تقول لي ما في كلام زي ده زول. هاي دي في النهايه بقت هنا في العزيزه يشيلوا في بناتهم غير بيبيع والله بيع وخصوم بعز جلال الله والله العظيم يا اسي ضربوا لي اسي قبل ساعه كذا والله العظيم قال لي بيبيعوا في بناتكم كويس يعني واحد انا كان عندي معه مشكله كمان بيبيعوا في بناتكم قال لي جنب الفاشر شوف ده جنب الفاشر بيبيعوا في بناتكم بيمسكوها كذا من شعارها بيمسكوها كذا علامه شعارها كذا دي بيع كذا في مزاد عديل في بدات يجي التشاري يشتري يجي نيجر يشتري يجي يزول يشتري اهو دي الحياه اللي حاصله لنا احنا كويس. انفضحنا بين امم لا اله الا الله انفضحنا والناس قاعده لسه هذه الحرب لا نغتلنا فيها ولا جمل هل عندنا قم نو انت الا تعرف بعينك يوم ما يتلزق باب بيخش جوا بتعرف انت طوال بتعرف انك عندك ناقه ولا ما عندك جبل كويس طوال حتعرف حتقعلك في راسك شفتها حتقعلك في راسك يغشوك خالص لك خليك محيط قاعد ارفعوا منه قبل كده منو ادقوا له زلو بابو يرفعوا قال له يا اخي انا مؤتمر سودان قال له يا اخي شكرا جزيلا امشي انا حخليك يا اخي ارفعوا منه منو ارفعوا منه في الشارع منو ما هو انتوا اللي قاعد تموتوا كل يوم 10 و15 وساي ودق في الشارع ونهب وسرقه دي بقى الحاله الحاصله ساي وما عندك حق الدفاع عن نفسك لانك ما اخترت انك تدافع عن نفسك اخترت انك تكون جداده شفتها زي التانين الفزو بيموت اسي جنب الحدود المصريه كل يوم 20 و30 بضربات العقارب وبدقات ضربات الشمس كويس وعضت الضبان بس لا قعدوا ماتوا مع الرجال لا قعدوا هناك دخلوهم مصر مشوا هناك ضربوا شنو
الستيلا ولا اي حاجه ولا اي شيء. فطائس كذا بس ساي ساي عشان شوف قال السلك يا اخي احنا عشان نقول له يا اخي احنا يعني الطرفين الطرفين تتكلم عنه الطرفين الطرفين ما في طرفين ولا في طرف ثالث يا اخوانا. شوف اقول له حاجه والله العظيم الحق واضح ولا لا 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 يعني الحي قدامنا ايزو شايفه ايزو شايف بس ما في حد يتلف ما حد يتدسه ما في خيار ما في خيار ما عندكم خيار ما عندكم خيار بس واحد يجي يقول لك يا اخي انت قاعد برا ما تيجي تركب سوق. طيب انا اجي ليه انت 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 صدع الحافص العفص النار انت المحروق كويس قاعد بتقول انه ما عندي ناقه ولا جو اثنين ذاتي اقول لك حاجه اثنين ذاتي كان جيت الليله شفت اصلح عشانك انت عشان خاطرك انت عشان ادافع لك انت عن اهلك وعن مالك واحميك ما اكون زوج سفيه كويس يا اخي انت الليله اقول انت خليك اقول لك حاجه انت خليك اول قول انا تعبت تعبان اي دخلت تعبت كويس كان ما جيتك انا اكون غلطان احنا كملنا كويس تعال كان ما جيتك اكون غلطان لكن اخليك انت راقد في سريرك ونايم وبتعامل في قاعد فاتح التلفزيون وقاعد في الحدود المصرية عشان تخش كويس وجه حرب لك انا كويس انا ما حياتي كلها قاعد لك انت انا حياتي كلها ما برسل لك تاكل وتشرب وتقرا وتتعلم وغطى لك عربية وبنت لك بيتكم عملت لك الحياة دي كلها انا عملت لك الحياة دي كلها واجي تاني حارب لك كمان وجه حارب لك عشان انت تعيش عشان انت انت فايدتك شنو في الحياة انت ذاتك فايد انت ذاتك وجودك ده شنو يعني ما عندك وجود ذات اساسا ما عندك فايدة في وجودك ده ما في حاجة ما في شيء يعني بخليك إن ذاتك تعيش يعني شنو تعيش عشان الآخرين يشتغلوا لك ويدوك وتعيش انت تأخذ العربية جي تحت مفتاح وخليته وسريع وشتتت البيت رميت مفتاح وجي سريع وشتتت دي الحاجة الحاصلة ودي خلوا والله كله ده كلام كله خلوكم لكن الحاجة الحاصلة دي كويس بيبيعوا في بنات السودان بنات السودان بيبيعوا فين كويس في دلالة والله دي والله وحاط الله تتربط في تتربط في جبينكم طول الحياة ما بغيتوا حيين ما بغيتوا حيين تتربط في راسكم تكون قاعدة لكم في أي حتة زلة زلة لمن تموتوا ديل على الجيل تتوارثوها شوفتها أبو رجع لأخوانا قيفوا على حيلكم دي صالة قساي شاردين وخلين البلد يستبيحوا فيها ناس جايين من أي حتة من فوق كله فج عميق جايين عشان يسرقوا الناس يسرقون قاعدين بس انتوا عندكم حاجه وانتوا خليكم نقول الليل العظيم اتفقوا لكم هتتفاجئوا كويس حجوا حقكم كله سرقوا هتتفاجئوا ما خلوا لكم حاجه ذاته عشان تجوا لها هتتفاجئوا هتتفاجئوا ما حيكون عند ما في زول حيكون يعني الشغالين في السودان ده كله 10% في القطاع العام الحكومه دي كانت اشتغلت الليل كويس شغلت 10% كويس الباقي شغالين والشركات دي كلها فلست التجار فلسوا بشغل لو كان عنده مصنع مشغل له 3000 فلس اللي كان عنده دو دكان مشغل له 14 نفر 15 نفر فلس البلد كلها فلست الواحد يتفاجئ انه ذاته ما في حاجه ذاته في السودان ودار فاوضيته لسه عشان شنو تخلوا حقهم للرجال كويس يا خلال يا خلال كان عندك اختلاف مع ذول اي شك يعني بيتم التفاوض في حياه منها يعني اقول لها عدم عدايات كويس نتفق نحكم البلد سوا نتفق نقسم السلطه انتوا ما عندكم الخيار انتوا دارت تتبقوا عشان نرجع لكم اخواتكم وبس على كل حاجه ويطلع لكم من بيوتكم قروشكم شالوها بناتكم شالوهي كويس عندكم شنو ثاني جوتها فانا بقول لكم شط فكب يعني ما عندكم رجال وما عندكم حاجه كويس ما عندكم اي شيء انتوا تتكلموا عليه ما عندكم حاجه تتكلموا عليها انتوا تفاوضوا انتوا حقوا تفاوضوا على حاجه واحده كويس انه لازم كله نموت الناس لازم كلنا هذه كلها تموت دي ما عندكم حاجه غير كده ما عندكم خيار ما عنده على اللي قال يا اخي تتشفوا ذاته يعني بقول حاجة يا خاص انت قال الناس دي قاعدين يعني اللي اتكسرت ديوتهم واللي اتنهبت حياتهم تعرف زعلانين ما زعلانين اللي بيطردون حاجة واحدة اللي بيطردون انه الجنجويد انتهوا عن شرارة الوطن فقط دي الحاجة اللي بيطردون الحاجة الوحيدة اللي بيطردون انه الجنجويد انتهي من وجه الارض لكن ما دار حاجة ثانية ما دار كده كله يكون شال حقه كامل بس لكن دار لو تم تتوقع اتفاق انه يا اخي الجنجويد اطلع من الخرطوم طلعوا من الخرطوم كويس وانه كويس يعني وقف العدائيات طيب وقف العدائيات والجنجويد طلعوا من الخرطوم كويس قروشك وين اخواتك السرقون وين عربيتك السرقوها وين دكاكينك السرقوها وين ما عندك حاجه انت قلت لك اقول لك حاجه اي حاجه
اسمها تفاوض خسران. خسران فيها اي حاجه، خسران يا حلق، خسران فيها كرامتك انت كبني ادم شردوك، خسران فيها اي حاجه. يا اخواننا ما في حاجه، ما في حاجه تكلموا فيها، ما في حاجه اسمها تفاوض. بل ثم البل ثم البل ثم البل، ما عندكم حاجه ثانيه. وبعد اخر حاجه ذاتها كان الليل انتهت باي اتفاق وبرا الصباحيه، اي قبيله اي قبيلتين اتفقوا بيدخلن خرطوم بنفس الطريقه وبنفس المستوى. كويس، ما بي برضو يسرق وينهب وشلوه حبة بنات وشلوه عربات وشلوه هنا برضو، ما 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 في راجع، ما في راجع. ما حتكون شغلانة دي كده مستمرة إلى ما شاء الله إذا ما كان في حسم كامل، حسم كامل. حكاية البرهان عشان يقول يا أخي إحنا لازم نصل الاتفاق، ده زول بيتعامل سياسة، بيقول يا عشان يصبر سكت العالم، سكت الناس دي، يقول لهم الضغطاو ضغطاو ضغطاو. وأنا شاك ذاته البرهان ذات عميل، البرهان ده رافض إنه الجيش ده ينزل. الجيش ده الليلة قاعد 75,000 قاعدين هنا في وسائلنا. كويس، في 220,000 مستنفر، 220,000 مستنفر جاهزين، ضربوا سلاح ونعمل أمور كلها ضغطة. كويس، ما دار يجيبون، ما دار من حد يوم لا. الجيش شغال الليلة بالعمل الخاص فقط، ناس العمل الخاص بيشغلوا طيارة، بس عمل خاص طيارة. يا أخي ما في، ما في جيش حقيقي كده في الوطن. كل الناس اللي كانوا يخشوا بيعملوا معارك، ده داخلين شنو؟ التجمعات العسكريه، دخلت ما في دول عسكريه انطل، ده اصلا شو وعليه اليمين لا انا كويس، ولا في زول في السودان ده، ولا الضباط ذاته قاعدين ده فاهمين البرهان بيسوي شنو. الزول اللي بيجي في عساكر بدخل فيهم جوال، بيدخل فيهم جوال معسكره، يجي في عساكر بدخل فيهم جوال معسكره. بس الجيش ده كله خات يده يا اخي، ولا حاجه في واحد من الجيش ده ولا حاجه، جو غضا محاربين ورجعوا فاتوا قالوا ما عارفين الزول ده عاوز شنو. الناس قاعدين في كرر وقاعدين في بحري وقاعدين في الشجر وقاعدين الناس قاعد ياكل لشنو لحد وين، ما في زول عارف، ما في زول عارف. الناس كلها منتظره غرارات البرهان على اللي هنو شنو الهجوم الشامل الكبير اللي نطف البلد دي. لكن احنا ذاته احنا نقول شنو شعب السودان دليل كمان ذاته، في ناس شغالين مع الجنجويد، في ناس بيهربوا وجود للجنجويد، في ناس شغالين عديل بيوصفوا للجنجويد، الناس البيوت اللي فيها قروش، البيوت اللي فيها عربات كويسه، ده كله ده السودانيين دي الأولاد. في واحدين شغالين عديد بيجيبوا كمبيوتر بيفتحوا للجنجويد العربات حقت الناس اللي بيسرقوا فيها. في ناس عديد بوصفوا لهم دكان البوكسي ب 2 مليار كان، إنه توصف محل البوكسي من 2016 لفوق ب 2 مليار للأولاد القاعدين، توصف بيت عسكري وقرب لكم البيت العسكري الضابط اللي اختصوا مرته لحد ما يعني نفسها لحد ما ماتت. بس هنا في 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 الكلاكلة، بقول لكم شايفين الكلام ده قاعدين، دي الحياة الحاصلة. فلا تفاوض، دي موضوع منتهي حق ذاته، لا تفاوض ولا تفاوض ولا تفاوض إلى النهاية. ما عندنا حاجة نخسرها تاني، زور الدار تفاوض عنده حاجة، البلد اندمرت تماما، لا فضل فيها بنك، لا فضل فيها سجل، لا فضل فيها محكمة، لا ما فضل، اندمرت يعني تاني. ما في حاجة نخسرها، ما أساسا أنا نقول لا حاجة، كان بحتاج تستعمل كل الحسابات، ما في حاجة حنخسرها تاني. حنخسر شنو إحنا؟ بس تهجير وتهجرنا، سرقة ونسرقنا، كتل ونكتلنا، كويس؟ ما في حاجة، لا عرضنا وضربوا الوضع. تاني في شنو عشان نخسر وعشان نقعد نفاوض عليه؟ انت فاوض على شنو؟ انت شغلتك دي واحد اتجاه واحد كده بس، انه الجنجويد ده يختفي من وجهه البسيطة، بالخير بالشر شفتها بالتي هي أحسن بالتي هي أسوأ، بس الجنجويد انت تاني ما عندنا خيار غير كده. اي زول بتكلم لك عن خيارك، ده زول داري يرف راسك عنده مصالح يا ناسي. خالد سلك، خالد شوف خالد سلك كمان ده يا دار يعمل عمله سنة 58 زي ما ناس حزبان ومش جابوا زول جود، يعني جابوا عبود وزي ناس الحزب الشعبي مش جابوا نميري بالدبابة، ده ذاته داري يجيب الدبابة. داري شوف داري كرر سنة 2023 داري رايع يركب السلطة بالدبابة، دار يركب السلطة بالدبابة خلص الثاني من جديد، ومعه الشيطان اللي اسمه ياسر عدمان. ياسر عدمان ده أسوأ من مشى في الأرض. ياسر عدمان ده حيدمر، مش دمر السودان. ياسر عدمان ده قلت له أنا والله ياسر عدمان ده لو عايزين تدمر الأمم المتحدة دي بس خلوا ياسر عدمان دخلوه هناك ودوه المندوب بتاع السودان في الأمم المتحدة، أدوه 15 يوم كويس الأمم حتتفرتك كده، ده صوت طبعه كده يعني حيفرتك المفرتك، يعني حيفرتك أي حي طبعا كده. فعليكوا يا أخواننا، يا أخواننا الآن الخيار خيار شعب، الخيار خيار شعب. بس ما عندكم ما 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 ما, ما عندكم حاجة واحدة إنه البلدة يستمر وينتهي، وعشان البلدة ينتهي سريع لازم كلكم تشاركوا،
لازم كلكم تشارك، لازم اي سوداني يشارك، كويس؟ ما عندكم حاجه ثانيه. انا كلمتك 60 مره، انت حتموت حتموت، انت ما دام الجنجويد القاعدين حتموت حتموت، كمل ليله بكره، كم ما بكره بعد بكره، يا كندا حقتلوك حقتلوك، حي سوق اولادك ده، حي سوق اولادك ده، حي سوق نسوانك ده، حي سوق نسوانك، موضوع منتهي. شو ده؟ اذا اخرت الليل، اذا اخرت 3 شهور 5 شهور الفاده، انت جاي انت مرحلتك جايه، ما بلاش جايه، انت حشارك؟ انا ما حشارك يا نايف يا جنجويد، انا ما حشارك، انا حقعد كده اتفرج عليك انت، شفتها؟ عشان تقول لي لا للحرب، كويس؟ ومتغطي انت ما تبقى راجل عادل، تقول انا جنجويد مالك، كويس؟ ما في الرجال العادل قالوا احنا جنجويد، كويس؟ ويتبلوا مع الجنجويد، انت مالك؟ مدسي تحت لا للحرب، لا للحرب تغش ما منه يا زول، كويس؟ ما بتغش يا زول، زول داري تغش، لا للحرب ما في حي اسمها لا للحرب، كويس؟ الحرب فرضت علينا، ما في زول بحرش عشان الناس تحارب، فالشعب السوداني ده كله صح صباح لقى الحرب دي قدام، ما في زول قال صحينا كلنا كذا، لقينا انه الجنجويد دار يقبضوا رئيس الدوله، كويس؟ ودخلوا بيوت الناس، دي الحاجه اللي لقينا، فما عندنا خيار الان غير الحرب، والحرب والحرب، رضينا وابينا، ما عندنا خيار غيره يا اخي، عشان على الاقل يا اخي لنسواننا ده عشان نقدر نعاين في عيني، عشان نقدر نعاين في عيني، على اللي قال رجال حمينا عين، خلينا نتباعن نتباعن، قلت والله العظيم انا بتكلم، انا بتكلم مع قاعد والله في القصه، اسالوا انتوا، خلونا انا اسالوا اي زول من الفاشل ومن قناطق الفاشل، اسالون انه هناك بيبيعوا في الله، بيبيعوا في بناتكم ونبيعوا فيه، بس ارجلوا يا اخواننا، ارجلوا ارجلوا، ما بشي والله ما عندكم خيار الا الخيار الواحد، بس الخيار اللي قدامنا ده واحد ما له تاني، ما عندنا غيره، بس البلدة ما عندنا غيره، بس الى ان نستعيد حقنا كله كامل من هنا لحد النير، نستعيده كامل كامل، نستعيد حقنا كامل، بس ونتفشى، بس والله نتفشى، وما في حاجة يتفشنا لنا بالجنجوي ده، ما يعني حاجة، يعني القروش دي كلها بنجيب مثلا نجيب، لكن على الاقل نكون ما في زول تاني حاجة يسويها لنا، لانه كان ما سوينا كده بعد 10 سنين بعد 15 سنه، انا بيجوا ناس ما خلاص البلد بيكون سهل، قاعد ساي حي يطردوا الناس من بيوتهم ويقعدوا يشيلوا عفش ويشيلوا بيوتهم ويشيلوا النسوان ويمشوا، ويجي غيرهم تكون حاجه متكرره كده، وما في خيار الليل، اصبح ما في خيار، تخيلوا هو الشعب المسلحه واقفين معاها سند ليها، كويس؟ مستمرين، ويتبلد جنجويد يتبلد جنجويد يتبلد، كويس؟ ما عندنا خيار غير كده، ومستمرين في الخيار ده، وندعم الجيش السوداني الى اخر لحظه في حياتنا ان شاء الله، كويس؟ احنا ما بنسلم بلدنا للمجهول، كويس؟ التحيه لكم، تحيه للشعب السوداني، ودمتم سالمين، ما عندكم خيار يا شباب، انا بقول المره الاخيره، كويس؟ ابقى جاهز، انت جاي، انت بكره، كويس؟ لا عليك لعنه الله، كويس؟ عليك لعنه الله، ده قال لي عليك لعنه الله، كويس في زوج قال لي تعال يا اخي تعال انا دا خش قدم طلب تعال قدم الزول قلت لي تعال الكلس طاها تعال قدم تعال خش عشان انا دار اعرف انه لعنة الله عليه ليش تعال اتكلم ورينا وجهة نظرك تعال شارك انا دارك تيجي شارك عشان تقول لي عليك لعنة الله هذا شو تعال يا اخي عباني مرحبا كيف الحال كيف الحال ان شاء الله طيب يا اخي والله تمام الحمد لله الله يكرمك يا اخي والله يا عباني يا اخي ربنا ينصرنا ان شاء الله وربنا يجيب الفرج والله يا عباني طبعا الناس تحت الهم عمل ولا
نعم بالدعوات ولا بالعمل؟ بالأفعال بالعمل والله والدعوات وكله طبعا. لكن طبعا في بعض الشير زي ما بيكونوا تحت في التعليقات، الواحد هو اصلا قاعد جوا البيت زي اخته، ولا بحارب بلسانه اعلاميا، ولا بحارب ماديا، ولا بحارب بجسده، وتلقاه تحت يتبجح وبيحاول يخذل في الناس ويحاول يخون، ويحاول انه دائما يثبت انه الانسان اللي بيحاول يناضل بلسانه كانه هو يعني بيقول لك تعال تعال، في حين انه هو اصلا جنجويد يا اما تنقحاتي موهوم في راسه يعني. فديل دائما من الارقام كتار في الميديا زي امثال زول التحت ده بيقول لك عليك لعنه الله ده، في حين انه هو اصلا متخفي ورا ثوب القحاته، او هو نفسه بيكون جنجويدي طبعا، لكن بيخجل وبيختشي انه يكون واضح، لانه عارف انه منبوذ مجتمعيا ولا عنده قبول اصلا. فعشان كده بتيجي تلقاهم بيتخفوا بيوزارات وهميه، وتلقاه قافل بروفايله وبيجي بتحت يتبجح ويتكلم كلام فارغ. فنحن اخواننا مع قوات شعبنا المسلحه دي، ونحن ان شاء الله باذن الله بيقولوا من خلال الاعلام برضه بنقدر ناشر وبنقدر نوصل رسائلنا. في اشياء كثيره وصلت من خلال اللايفات بتصل للقيادات اللي فوق وبتحركوا، من ضمنها فكره الاستنفار نفسه يا اخوان، فكره الاستنفار نفسه بدات من اللايفات من الشباب ديت كلهم، كان انصرافي، كان هباني، كان خالد ابو رهف، كان غيرهم، في النهايه صوتهم وصل وقدروا ياثروا في الواقع يعني. فنحن والله يا اخواننا لو ما الظروف هي فعلا جابرانه، وانت مثلا الواحد بيكون بعيد معه وعياله، والله العظيم اصلا السودان ده ما في اغلى منه يا اخواننا، وارضك وبلدك دي ما في اغلى منها. نحن الان اي زول بتلقاه مساهم بطريقته اللي بتناسبه ماديا، اخوه من اسرته ذاته من هناك من ارض المعرق في الميدان هناك في السودان، في من خلال لايفاته ولسانه، دي كلها دعم. لكن كعب انك انت تكون قاعد وبتخون في الناس وتحاول انك يعني تخذل الناس حتى ولو باللسان، زي الشرذمه اللي قاعدين تحت دل. واحد من تحت ما عارف حركات مسلحه يقول لك الجلابه والشمال والكلام الفارغ، انتوا حتتكوي السودان كله حيتكوي، دي حرب ما تفرق بين انت من حركه مسلحه ولا انت من الحته الفلانيه من الشرق ولا غرب، دي حرب حتحرقنا كلنا يا اخي. حركات المسلحه قالوا هم محايدين كويس، يعني كان السبب الاساسي في لتكوين الحركات المسلحه هو حمايه، قالوا حمايه اهلهم، حمايه المدنيين في المناطق كويس، في الجنينه وفي الفاشر كويس، وفي دارفور عامه. ساعه جاء وقت الحرب والناس اللي قتلوهم قالوا احنا محايدين كويس. انا ما عارف ذاته هي والحياه دي بيمشن كويس الاثنين سوا، بس يعني حيرونا ذاته. والله شوف يا عباني، الناس دي حيدفعوا الثمن بالمناسبه، هم دفعوا الثمن وحيدفعوه ثاني واكثر واضعاف مضاعفه. دي عباره عن جهل منهم، قصه انك انت تعال من شرق السودان تعال حارب، ولا انت من شمال السودان تعال حارب، ونحن تكوينا اتكويت وتاني حتتكوي وحتتكوي ألف مره، زي ما شايفين التهجير الحاصل لاخواننا لاهلنا في الجنينه. فالحرب دي ما حتفرق بين اي قبيله ولا حتفرق بين اي حاجه، عباره عن ناس شرذمه دارين يصلوا ويسيطروا على البلد دي ويكونوا مملكتهم الخاصه بهم. انت الان دار تتباطا ودار تتخاذل حتدفع الثمن ده لقدام. نحن شبابنا من كل السودان من غير فرز مشاركين، عشان انت ما تقولوا تعالوا يا الناس من شرق السودان ولا انتم من الشمال تعالوا، والله كل السودان ده مشارك من غير اي عنصره في الموضوع، وما بيغلبنا النار دي مش دورت، والله نحن من كل جهات السودان بنطفيها، انت بس ابقى قدوره لما تجيك ثاني. الزول التحدي اللي بيتكلم ده انت ابقى قدوره. تسلم كثير، تسلم كثير، شكرا لك يا الله يديك، الله يعافيك، الله يديك العافيه يا حباني، شكرا لك يا بارك الله فيك يا اخوي، قدام يا اخوي قدام باذن الله. والله نحن ناس من متابعينك والمرجفين والمخزرين التحدي ما تشتغل بهم يعني. لا 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 ما شغال بهم، لا لا ما عارفهم، كتار موجودين كتار بس. نشوف واحد طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير يا عباني. مساء النور. رايك شنو في انه يكون في اتفاق؟ اتفاق بين منو ومنو؟ بين الجيش والدعم السريع. انا ضد الاتفاقيه تماما يعني، لان ما ممكن انه ماليشيا مرتزق جاي من عبر الدول وعبر الغارات ومرتزقه واغتصب وقتل وحجر الناس ونحب اموال الناس
دمر الدولة ده من كل ما يمتلكوها. يعني ما ممكن انه انسان زي ده تاني انا اقعد معه في طاولة بتاعت المفاوض. يعني كيف نقعد معه في طاولة بتاعت التفاوض؟ زول اغتصب امك، اغتصب اختك، قتلك، شال مالك وحجرك، انت حاسس بين البهور وبين بين اللاجي والنازي وكده. كيف انت بيتحق يتحق منو تبدي الحق ذاته؟ هو ده يتزول اللي عنده حق انه يمشي يتفاوض بحق ده، او يمشي يتفاوض باغتساب بتاع امي، او يمشي يتفاوض باغتساب بتاع اختي. ده منو اللي اداك الحق ده انت؟ منو اللي اداك الشريعه ده انت؟ ها؟ اول لا زول ولا لا اول شخص هو بيفكر بانه يمشي يتفاوض ده مفترض يقتل. انا بس اوري الناس ديل انه شعب السودان عاوز شنو. بس انا بحاول اوصل صوت الناس بس يعني اوريهم انه الشعب السوداني عاوز شنو. الشعب السوداني ما حيتنازل كويس عن حقه، عن 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 شرفه، عن عرضه، عن ماله اللي سرق ويتنهب من الجنجوي. ما 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 في زول، ما في زول بيقبل، ما في زول بيقبل، وما في زول، ما في زول، ما في زول حي حي حيتنازل ملي. السلام عليكم. السلام عليكم يا هلا يا هباني، مرحبا، اهلا يا وسهلا، كيف حالك؟ انا بختلف معك في الراي، ولست داعما للجندويد، بل انه الجندويد الان بيتم دعم الجندويد المسهلات عبر الجيش السوداني، وما في زول بقدر بقول له انه الجندويد ديل تم صناعته بس بالكيزان وانتهت. لا، دي الجنجويد ده لينا ابو اغلى عباره عن جنجويد ميليشيا تم صناعته في داخل الخرطوم. وخالد سوارنا جنجويدي تم انشاء حركته من داخل الخرطوم، والان قاعدين بطعمه في مسهلات، وعندما ينتهي الدعم السري يقوموا يستخدموا مسهلات ضدنا ثاني. وضدنا ده عشان اقول لك ما ضد الشعب السوداني كله، بيقوموا يستخدموا ضدنا زي مسهلات زمان استخدموها ضد الزرقاء، كترونا وشرونا. كان الجيش بيجي بينظف المنطقه والجندوي بيجي بورا بيقولوا لهم اسمه شنو، انحب المنطقه. كل المناطق تم نحبه في دارفور وحرقه، كانت الجيش بيجي اول حاجه يعمل الموقف للجندوي، لان الجندوي اللي جاء لوحده لا يستطيع مواجهته مهما كان. لو بيجينا المنطقه ساكت وعملنا معسكر شادي زي الاستغفار ده، كنا نعمل معسكرات الشاديه اي ناس المنطقه يعملوا معسكر. السؤال انت بتتكلم باسم منو؟ انا زوج من الدارفور وحركه مسلحه بالمناسبه. انت حركه مسلحه؟ طيب يا حركه مسلحه وبقولك طيب. طيب 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 دقيقه لحظه يا اخي، اديني فرصه معاك. انت حركه مسلحه، انت محايد ليه؟ انا محايد لانه انا 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 قبل 15 ابريل كنت بدخلت المدنيه وفي داخل الخرطوم عشان انه يتم تنفيذ. قاعد بجاوبك في السؤال. انت انا قاعد اخاف شنو؟ نعم، انت الحركه المسلحه دي كونتها على شنو؟ انا الحركه المسلحه دي كونتها كان ما في عدم التوازن في السلطه، واحد من الاشياء. اثنين، كانت الجيش بتحاول تدافع عن الجنجويد من ذلك الوقت في 97 98 واستمر 2000 و2001. انا انتريت انه نمشي نفتح بلاغ، لما تفتح بلاغ لواحد من القبائل العربيه انه هو جيش سرق وجه قتل، كان الجيش ما بيتحرك، الجيش ما بيتحرك، انترينا عشان نعرف شنو يعني، نقوم نشيل السلاح ونتالب. وضربنا اول معسكر مع سلطه الجيش، لانه الجندوي كان عباره عن مواطنين. اول معسكر ضربوها كان نقطه بتاعت الشرطه بتاعت الجيش اللي كان بمشي بفطوفي بلاغات، وكل البلاغات اكثر من 150 بلاغ. انت 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 متابع، انت متابع الاحداث دي، عارف انه بتقول في شنو؟ نعم، انا متابع الاحداث باللصيق وعارف كل شيء ما يجري، حتى في حديثكم على الكلام ده في التعويل والتنوين كل ده. دقيقه، الاحداث دي بدات سنه كم؟ اي حدث تقصد؟ الاحداث بتاعت تكون الحركات المسلحه اول حاجه، ما الحركات المسلحه، المسلحه 2001 جنجوي صح؟ 2001 ما كان ضد الجنجوي، لم يقوم كون قبل الجنجوي صح؟ لا لا، الجنجويد موجوده، الجنجويد موجوده. انا المعاك ده 96، انا كنت خريج، كنت صغير، جو حاجموا علينا في منطقتنا
وكان بمساعده من الجيش السوداني وجه هاجم الجيش السوداني كان شيء شال الجرحى بتاع الجنجويد كلامنا 96 96 كان ما في اي حركه وعلى جنب الدائن انا اوريك منطقتي كان جنب الدائن اسمه منطقه المطارد لو سالت اي زول بوريك منطقه المطارد كان حصل فيه مجزره والجنجويد كان ماتوا اكثر من 2000 جنجويد في المنطقه دي جاءوا ضباط بتاع الجيش شالوهم والنهر لا جرحى بتاعنا وديناهم المستشفيات الحكوميه رفضوا يستقبلوهم وجزء منهم صفوهم كلامنا 96 وانا كنت صغير انا كنت اتفق صغير انا قاعدين نعاني قبل الحركات انا قاعدين نعاني من زمان لما العسكري ايا عربيه الجيش بيجي في منطقتنا تشوف الرجال ده كله بيجي وبطلع من هله لانه بيجي بدق العسكري بيجي بدق الراجل لا بفتش البيوت بقول له قاعد دايرين السلاح قالك دينا في حركه مسلحه في 96 كان بيجي بقول لك دايرين السلاح بحجه النحب المسلح بفتش البيوت الناس نفس الجنجويد اصلا بخش في البيوت ده بس سونكي بخش في الكره بخش في القطاع دي حاجه كده كده انا ما دار كلامك ده كله مغالطات كثيره انا ما دار ما غلط والله انا ده بديش حال على طفل انا بديش حال انا طفل انت كنت بتختلف معي بتختلف معي في شنو عاوز شنو ايوه انا بختلف معك في شنو انا بختلف معك في دعمك لان نظرتك للجيش ده ان الجيش قومي وتمثل السودان ان هذه الجيش ده السودان اذا انت ترى انا بستطيع انه الجيش ده بمصر انا ممكن اوريك لكن انا بتخايف انه اوريك وممكن تعمل لي ريموف لذلك انه الجيش ده الناس اللي بمصرهم هم نفس الشخصيات اللي في الضباط اللي بمصرهم نفس الناس الجيش ده منطقه الوحيد ما ضرب عليه ضرب كردفان ضرب دارفور ضرب النيل الازرق ما عدا الشماليه والجزيره ما ضرب فقدنا وزول لكن انا ما عارف انا يعني هو ده ما عارف ذاته زي ده بالضبط من ناوي يكون يا اخوانا من ناوي يعني مدسي ونايم كلامه كلام ده كلام من ناوي يا صغير كلام من ناوي ما في حاجه ده كلام من ناوي بس ما عارف وزات عاوز يقول شنو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا يعني تعقيب بسيط كده على كلامك في بداية اللايف وحبي أتكلم عنه شوية. تفضل. فيما يخص المستنفرين طبعا أنت قلت في 220 ألف مستنفر وحتى الآن ما دخلوا المعركة صح؟ صحيح. الجيش الموجود الآن في 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 الخرطوم تحديدا خليك من قاعدة وادي سيدنا الموجود بس في المهندسين غادر يحسم المعركة دي كلها سواء كان في الخرطوم او في أمدرمان او في اي مكان وبالحسابات العملية كده انه الجيش حسم المعركة دي باقي تشاطيه البرهان ده حقيقة طيب شغال الان شغل وصان جدا شغل سياسة تامي بالنازل عمل بتاع سياسة ما داري ينتهي منه ما داري يخلص عليهم كلهم داري يخليهم حماية اللي نفسه من الجيش ذات نفسه فالمسألة دي ما والله العظيم ما محتاجه حتى مستنفرين الان اللي استنفروا 220 ليل الجيش ما محتاج لهم وبضغوط انه البرهان ده وافق على المساله دي واظنك انت عارف الحاجه دي والله شوف نحن يا جماعه نوجه كلامك اللي بقول ده ما انت براكه يعني كميه كبيره جدا من الشعب السوداني يعني بيقول نفس كلامك ومتفق معاك يعني في 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 نفس الاتجاه انه برهان ما قدر يحسم المعركه خلاص نحن الشعب السوداني لما طلع في كل الولايات السودان ودعم الجيش ما دعم برهان حقيقة يعني وفي كان قبل كم فترة كده لما طلع البرهان في القيادة العامة وقال هنا ما في كيزان حقيقة ده كان فعل الناشطين يعني كان على وشك انه يتشال البرهان ده اساسا وطلع بنفس الكلام ده وشفتوه وانتوا بنفسكم يعني فالمسألة دي يا جماعة الحسم ده نحن لازم نشيل هجمة عليه هو ذات نفسه على الجيش ده جوا فيه ضباط أحرار يعني نحن ما يخوفونا بفعل إنه ده ما وقته زي ما كان القحاط الظام يعمل لنا إنه ده ما وقته لا ده وقته الغلط يتصلح في وقته ما ننتظر بعدين البرهان ده بالمناسبة زول أقوله بالواضح طابور ما في الجيش ده كله ما بيثق فيه حقيقة يعني ونحن ذاته كمواطنين ما بنثق فيه لانه هو السبب في المعمعه دي كلها، هو السبب في تمكين الجنجويد. حاجه اخيره فيما يخص اخونا اللي قبل شويه بيتكلم عن 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 الحركات والحركات و69 و79 معك. يا شيخنا انت زيك وزي الجنجويد واحد ما في فرق. ما تقول لنا انشات عشان قواتها عمل بها جنجويد والجنجويد الان بيستباحوا في دارفور وكلهم انتوا عاملين فيها محايدين وغيره وغيره.
فما تنعطونا وتمرضونا. بالنسبة للشمالية، الشمالية والشرق والجنوب كله ده أم الهامش، لو شال سلاح الجيش ده بكرة بدقه برضه ما حيخليه. الفرق بينك وبين الشمالية إنه الشمالية ما رفع السلاح وفيها تهميش، والناس دي ما شالت سلاح، عايشة متعايشة بالوضع اللي هي قاعدة عليه، عشان وبطلوا الحنك بتاع العنصرية ده، لأنه نحن حقيقة ملينا منه، يعني ملينا منه أقسم بالله، قرفنا من الحاجة دي. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لك. شكرا. الو مرحبا. السلام عليكم. الله يسلمك. رد لي كلام الشخص اللي قبل شويه دخل واتكلم، اللي هو ادريس ابو بكر، قال لك من 96 في منطقه مطورد انه جنجويد الحكومه دامله جنجويد. انا كذلك بقول لك نفس المنطقه، وانا في نفس المنطقه، منطقه مطورد، من نفس الزمن الحكومه السودانيه بتساعد القبائل العربيه وبصليهم وبصليهم لما صار جنجويد حاليا اصبحوا. وحتى الان جنجويد الان بين، انا حسب اعتقادي انه جنجويد بين جنجويد، الحرب الحاليه داير بين الحكومه السودانيه في بعضهم. من زمن 96 لتاريخ اللي لن يتغير الشيء في السودان، نفس الاستراتيجيه ونفس الحكومات من 56 سائر بنفس الاسلوب، برغم ان احنا الان واقفين مع الجيش. بنعلم انه بين الحرب بين الدعم السري والجيش، لكن احنا واقفين مع الجيش، ورغم ذلك انه هم جنجويد كلهم مع بعض. لكن نعم أنا السؤال ده سألته، كنت دارس منه الإجابة إنه واقف ليه؟ واقف مع الجيش، اختار يقف مع الجيش. ما أنت بتقف مع زول أنت تديك أمان، صح؟ طيب decline. الله أستاذ علي. مرحبا، أهلا وسهلا، كيف الله يسلمك، يديك العافيه يا حبيبي. تفضل. تعقيب بسيط بس على كلام الاخوه في النقطه الاخيره بتاعت، اول حاجه ما عايز اتطرق للاستهلاك المستمر في الميديا بتاع العنصريه والكلام بالشكل ده، لكن نقطه بس مبدئيه انه الناس قالوا الجيش ليه ما رفع السلاح في الشماليه، فبتمنى منهم يرجعوا ويراجعوا احداث كجبار. دي الحاجه الاولى. الحاجة الثانية، نحن عشان نعالج المشكلة بتاعت السودان دي، والله يا أخواننا لا بتتحلى بسلاح، لا بتتحلى بحركة مسلحة. الناس كلها تقعد وتشوف هل راضين بالدولة القومية الحديثة الرسمة لنا المستعمر ده ولا ما راضين بها، هنتقبل بعض ولا ما هنتقبل بعض. من غير مؤتمر دستوري جامع ما حيكون في حل. بالنسبة للدعم والتأييد، فأي واحد بيدعم أو بيأيد من منظوره هو او من الناحيه الحاجه اللي بتتقدم له. انت وضعك شنو؟ لا احمد، انا افهم رايك شنو اسفي في الوضع الحالي. احنا الان في حاله حرب، انت تفاوض. انا ما داعم الا التفاوض. انت داعم التفاوض؟ ايوه، لكن بشروط. لا انت طبعا شروطك شنو؟ هذا التفاوض على شنو؟ طيب تمام، اتفاوض اول حاجه على انه الميليشيا تنحل، دي اول حاجه، ما يكون في اي وجود هي وكل باقي الملايش وكل باقي الحركات. طيب. إذا فعلا الناس دي همها السودان، ما همها تنفيذ أجندة خارجية، همها السودان فعلا تتحلى وتجي البوابات والحاميات دي. ما في حصل يوم سمعنا واحد رفضوه من حامي الجيش ترضوا. المرفوض طيب. بتاع البوليس بيتعين في الجيش إذا في زول همه البلد وهمه العسكرية.
دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه معالجه الوضع الان الراهن ده، معالجه الوضع الراهن السياسي ده ما بيتحل، انا من وجهه نظري لا احزاب بتحله لا حركات مسلحه بتحله. كده خليك من الراهن السياسي، احنا نتكلم في حرب. انت قلت على التفاوض، ده التفاوض الحاجه الاولى على انه حل الجنيه. لا 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 المليان كل الملايش بكل مسمياتها. طيب ها، دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هنا، الحاجه الثانيه مؤتمر دستوري جامع عشان نحل الموضوع ده ذاته بتاع الحرب ده. انت يا حبيبنا، انت تعرف يعني احنا عندنا نسوان مخطوطات كويس، تمام اسمعني، تمام، عندنا انسرقن، عندنا 150,702 عربيه سرقت، تمام، عندنا بيوت قاعدين فيها ناس، تمام. اها، انت در الفوض كده، احنا ما دام نشوفه عشان ناخد وش هتضرب بيه كحاجه اساسيه نمشي بيها. طيب تمام، ما في اشكال. انا وجهه نظري انا انه الميليشيا دي اتحلت، الميليشيا دي اتحلت، اتنزع منها السلاح، بيحاكموا الناس دي محاكمة عادلة. هتوقف كله اثنين سوا ويقول لا واحد ضرب الثاني طلقة والحكام لا كده. ما انت عندك سلطة قضائية، عندك سلطة قضائية يا استاذ علي. انت عملت مؤتمر دستوري جامع بتكون سلطة قضائية بتحل المشاكل دي، لكن الحرب دي عايزة تنتهي بحروب انتقامية صد ورد، ما حتنتهي، حتستمر كده. لأنه أصلاً نحن قلت لك الكلام من الاول انه نحن الحدود اللي قاعدين فيها راسمه لنا المستعمر دي، هل نحن هنتقبل بعض نعيش في الحته دي ولا ما حنتقبل؟ تقدر تتكلم عديل عن فصل دارفور كذا الموضوع ده، انا ما بخليك. لا ما دارفور، لا ما دارفور، معلش انا بتكلم في، اقول له حاجه، انا بتكلم في حاجه واحده، انا بتكلم في الحرب الاسي قدامي دي. انا عندي زول بيخش بيتي بشيل العربيه، بشيل الدروج، بكسر كويس، كان لقى مرة حاي بيرفع طوالي وين الضعين نفر كويس. ايوه انا اسي حاليا، انت حلك شنو عشان انا اوقف الحياة دي؟ عشان ما زول ذاته، زول سرقوه ونهبوه وشالوا مرته وشالوا اخته دي كويس، تمام. حد قال له شنو يعني؟ طيب انت عايز الحل النهائي، وجهة نظري انا كحل نهائي، كحل نهائي انا دار اتفاوض، حمشي اتفاوض على واحد اثنين ثلاثة أربعة. انت قلت لي ايوه، لو انت قلت لي رايك في الوضع الان الحاصل شنو، وريتك وجهه نظري فيها، لكن انت لو عايز الحل النهائي كده اسمعني، انت تتفاوض صح؟ ايوه، الحل الحرب دي بتجيب بالتفاوض. انت عارف روحك ماشي تتفاوض على واحد اثنين ثلاثه اربعه كويس، انت عندك ناس مسروقين ومنهوبين كويس، يعني ما في طلعوا حاجه في الدنيا كويس. أيوة. بعد هتمشي تتفاوض في شنو؟ مش هتجيب لهم حقهم ده وكلام، هتمشي تتفاوض تقول شنو؟ هو انا قلت لك انت بتحل الميليشيا دي يا استاذ علي، بعد ذلك بتقدر تحاكم افراد كل اي زول ارتكب جرم، انت بتحارب. انت قلت لي انا الحل في الوضع الان شنو؟ الان الحل بتاع الحرب دي عشان تجيب تفاوض. طيب انا ده وجهه نظري فيها. الحل الجذري للمشاكل في السودان عموما من وجهه نظري انا، عشان ما تتكرر الحادثه دي، الشعب كله يتسلح، ما يكون في قانون يجرب التسلح. يا اخي انا درس حاجه، اصل احنا اديناك الملف بتاع السودان ده في كيس بتاع نايلو حق الجيلان كويس، اديناك بقول لك يا اخي اديناك ذاك الوفد بتاع الدعم السريع، امشي اقعد معاه حل لنا الشغلانيه دي. احنا كشعب سرقت قروشنا، سرقت نسواننا، سرقت عرباتنا، انت حتمشي انا انت ضربت التفاوض ده سلم لك لو لسه في يدك، امشي حل لنا القصه. طيب ما هو بنفس الفهم بتاعي، انت قلت لي انه انا لما امشي اتفاوض ده، ما هو ده التفاوض اللي انا بتكلم لك عنه يا استاذ علي، انه بتنتهي بتفاوض. تقول شنو يعني؟ ايوه همشي اقول لك، قلت لك ان اول شيء تتحلى. يعني انا شايف الحل في انهاء التمرد ده، انها تتحلى. وانت عارف الطرق اللي مثلا ممكن تتحلى بها الميليشيا دي. قلنا لو خلاص نحل الميليشيا دي حلو، بعد ذلك بتبقى المشاكل بتاعتك كلها مشاكل بتاعت مشاكل ماديه ومشاكل معنويه صح؟ انت اسي انت ده محتقد كده، يعني مطمئن كده انه
الدعم السريع ده بيقولوا نحل الدعم السريع ده ولا خلاص جدا نحله. ما انا ما مقتنع معك بالكلام ده، لكن انا قلت لي يا اخي الحاج في تفاوض يا خايب، احنا ما بنتكلم لكن الحل النهائي بالنسبه لي. اسمعني، احنا ما بنتكلم في الخيال، احنا بنتكلم في واقع صح. انت انا كلمتك لك يا اخي، اديناك الكيس هو الورق بتاع السودان ده، وهناك انت كشاب سوداني كبني ادم سوداني تتكلم بس ب 40 مليون سوداني حلينا شغلانيه. انت ما قلنا لك يا اخي تنظر هناك عندنا مشكله، عندنا حرب غايمه الان قدامنا، عندنا متفق شعب سوداني كويس حلينا القصه دي. انت ما ظهر بالتفاوض كويس تمشي، انت بتتكلم لنا في خيال، حنقول للدعم السريع كويس نحله ونقبضهم طوال ندخلهم السجون في نفس اللحظه، ونحاكمهم بالاعدام والخيانه العظمى في نفس اللحظه. ما هو عملوا دي خيانه عظمى لو انت عملت ايوه مثلا ساكر ونعديهم، نقول لاي واحد يجيب قدام الثاني واحد ندوه مسدس نقول له اضرب الطن طل عشان ذاته احنا ما نكتب بالدم. ما لكن احنا المليشة ما كده، ما دي وجهه نظري اللي انا قاصده. ما عارف وجهه نظرك انت القاصده شنو، ما انك انت تشيله مصم يعني ما تخلي لهم وجود. اسس الاتفاق القاعد ده او الاتفاق الجاي ده حياسس لهم وجود ما بعد التفاوض صح. ما هو اي اتفاق حيتبقوه انت بتقول حلهم وهنا الحقيقه صوت الحل دي ما برضو انك تتكلم فيها ذاته كويس. ما هو ده الحل الوحيد، لان هي المشكله تتحلى ان هم يتحلوا. انت كلامك بتتكلم في مستحيلات، معناها اقول لك حاجه، ما هي سياسه فنان ممكن، انت التفاوض ما سياسه سياسه فنان ممكن. هم أيوة. عندهم طبات من ممكن انك تحل الدعم السريع او تعيد دمجه في الجيش. بيتكلم عن حاجه تمام، بيتكلموا عن يعني القبض عن برهان، وان هذا هو ده ما هدف، لا هدف لا ما هدف. ما هو لحد يوم صار الان هدف يا استاذ علي، يوم 15 ابريل بيتكلموا في التلفزيون من يوم 15 ابريل لحد يوم الليله، ويقولوا شنو الهدف الوحيد الاول والوحيد والاوحد، انه عاوزين يقبضوا على القياده برهان وكباشي وياسر عاصم صح؟ لا لا ما الهدف. انت اذا اطرقت للتاريخ وراء لا ما الهدف. النازل كل يوم يوسف عزة ده كل يوم بيطلع لنا في التلفزيون بيتكلم، سمعت منه حاجه غير الكلام اللي بقول فوق انا؟ طيب بس طيب تعقيب بسيط بل في نظرك لو كان لحاجه بسيطه بس، ليه في سيارات بتطلع من جامعه الخرطوم ومن بري بتطلع تمشي تضرب السلاح الطبي وما تضرب القياده؟ والله انا ما عارفني يا اخي، ليه نازل محاصرين القياده 4 شهور، واذا هم هدفهم القياده ما دخلوا القياده؟ دي مازله موضوعيه كلها. انت بتتكلم عن حاجات كثيره، انا ما لحد يوم الليل قلت يا اخي نزول مفاوض، يعني كلامك ده ما كده ما بحل لي مشكله لف لا انت قلت لي حل المشكله وجهه نظرك المشكله شنو؟ ايوه قلت لي حل المشكله دي شنو؟ انا عايز احل مشكله الحرب دي تتحل بتفاوض، هو رجيم ونازل لكن انت حد بتفاوض هرشيم. قلت لي يا اخي نفاوض على شنو؟ قلت لي هرشيم ونازل زكاكي ما فضل فيها ذاته، ما فضل ارض ذات عشان زول يتكلم فيها عشان تنعي. انا قاعد اتكلم لك عن الحل العقلاني. ما هو الحل العقلاني انت ما حتقدر تقسم كلهم انضربا طوالي معاه، يعني تفاوضهم كان العالم الله. ما سمعتك والله صوتك قطع. قلت لك هيروشيما وناكازاكي كويس ايوه، التفاوض بتاعهم كان على العالم الابيض، رفعوا اليابانيين رفعوا العالم الابيض قعدوا في التفاوض. تفاوض على والله قلت لك اسمعني، التفاوض على شنو؟ على التسليم. ايوه تمام، يعني ما... انت اول حاجه هون رفعوا العالم الابيض حتى ما عليك شنو تفاهموا. شكرا. انا ما قلت لك استسلم، ما برك معلش انت ما برك يعني انا ما قلت لك استسلم. مفاوضين كل المفاوضين ايوه كويس بيقولوا نفس كلامك ده، وهنا عاوزين حاجه ما عارفين ايش هنا عاوزين حاجه لا حاجه بالتفاوض يا اكيد تجنوا كويس والله ما عارفين ولا انا لا تعرف يا اخي ولا يا اخي انا اقول يا اخي مو بيجيبوا في النازل في جده ايوه خدت لهم حاجه فوضى عليها، اكثر حاجه خدتها لهم فوضى عليها انه هدنه عشان يدخلوا العيال، ما في زول لانه حلها واحد حل انه واحد من الاثنين ده ينتهي. ما في الجيش بيقدر يرجع للدعم السريع، للدعم السريع بيقدر يرجع للجيش، ما خلوا عامره خط رجع ما في. حلو طيب ما قلت لك كلامي الاول الجبال، قلت لك الناس تقعد وتشوف هل هم
سؤال بس زيد بس معلش بس نقطة بس اوضح لك وجهة نظري. انت قبل ما قلت لك انا قلت لك نقعد، ما هم ما حيتقبلوا ببعض صح؟ قلت لك نشوف الاطار الحدود الختانة فيه والمستعمر ده باسم الدولة القومية الحديثة، هل هم راضين يقعدوا فيه ولا ما راضين؟ هم منو؟ هم بيمثلوا منو؟ هم ما بيمثلوا ما ما دي قبائل عابرة للحدود يا حبيبنا، دي ما ما هي قبائل مشتركة، دي ما قبائل، دي ما قبائل، اقول لك حاجة ما قبائل معروفة كده يعني، اقول لك حاجه ما قبائل، ما في اصطفاف قبل الليله من المنطقه دي من قبائل كلها عشان يجوا يقولوا تقعد تفاهم، تفاهم فصيل واحد مش فصيل واحد، قبيله من مجموع 500 قبيله تفاوض واحد عشان تفصل بقى ال 500 قبيله. انت بتتكلم عن شنو؟ لا لا بالراحه بالراحه بالراحه، انت ما تقول لنا نازل قاطعين الحدود اجانب في ناس كتار راجل تحب تشكر تسلم كثير، ما في مشكله جزاك الله 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 يديك العافيه عافيك يا ما يا اخوي تعبتني استعب ان شاء الله مبالغه انا ما اعرف يا والله ما اعرف زود ده. طبعا كل الغحاحي وكل الجماعه اللي بيقولوا مفاوضات نقول لهم خلاص يا اخ سلمناكم الورق ده، الورق ده استلموا الورق ده، امشي فاوضوا حفاوض على شنو؟ احنا ناس مسروقين ومنهوبين ونسوان نبيع فيه، قلت لك انا بقول لي صعب، اقول لك نسوان نبيع فيه في جنب الفاجر كويس، نفاوض على شنو؟ في زول عنده رد كده يقول لي يا اخي اسمعني يا اخي احنا عم فاوض ده، يقول لي يا اخي نقول له جوز اتحل، اقول له نحن اتحل ده مش كلام بيرفع الضغط يعني. طيب اخوان انا بحاول ادخل دعوه كويس اسف دعوة نزول بيقول لي دعوة ارفع ما بي دعوة دعوة نر والله انا بحاول ارفع الناس انا والله ده اللي زول بتاع هنا يعني علام انا ما قادر ادخلك ايوه كده عم نصلك اضافه اقبل لا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد علي حباني كيف حالك؟ والله تمام الحمد لله. تفضل. الحمد لله يديك. والله أنا من قبيل بحضر في اللايف وكلام جميل في صميم الوطن والمداخلات كثيرة يعني كثير منهم في مداخلاتهم نتفق من أجل الوطن كويس. المسألة اليوم أصبح مسألة بتاعت وطن وأرض وليس مسألة بتاعت مناقشة بتاعت كيزان ولا آخره ولا يمين ولا شمال تمام؟ اللي قاعد يتم في الخرطوم حاليا هو ما تم في دارفور من قبل في زمن طويل جدا جدا وتم في مناطق مختلفة كويس بصور شتى. فالآن الناس كلها تتكلم من قيادات الجيش، قيادات الجيش اللي بيحاربوا على الأرض هم أبناء السودان وليس القيادات. القيادات تأتي وتذهب، لكن المسألة حاليا الآن مسألة أرض، مسألة وطن. الكثير منا شاهدوا الفيديوهات، شاهدوا الانتهاكات، شاهدوا ما
المسائل الفزيعة اللي تمت في الخرطوم وبنفس الشكلية تمت وأفزع منها في دارفور وفي مناطق مختلفة، لا نختلف في هذا أو ذاك. المسألة مسألة وطن. أنت دارك سؤال. أيوة. دارك سؤال. أنت من أي منطقة؟ أنا من منطقة دارفور. طيب. أنا قبل شيء قلت أنا كنت بتكلم قبل شيء إنه في بنات اتخطفوا من الخرطوم يبيعوا في دارفور. أنت رأيك في الكلام ده شو؟ المسائل دي حاصلة يا علي. في اتجاه الفاشر تم تحرير بيتين. والكلام ده اتكلموا في اتجاه جنينة وفي اتجاهات مختلفة كويس، والأخبار دي لا تخفى عن أحد كويس. الفزايا اللي قاعد ترتكب في السودان فزايا كثيرة جدا جدا لا تخفى ولا تعد. خلينا نتكلم عن موضوع الخرطوم. الكلام ده خلينا في بنات القطعوا من درمان. أنا اتكلمت قبل شوية مع زول ضرب لي وقال لي يا أخي في اتجاه الفاشر بالذات في بيبيعوا فيهم في اوكشنات في مزاد علني. الاخبار دي متناقله علي في وسائل ومتناقله عبر الناس كلها، واخبار كلها اخبار صحيحه كويس. في اخبار كثيره جدا، النت مقطوع في مناطق مختلفه تمام. الحاله اللي بيمر بها البلد بيستدعى كل الناس تجيب من اجل الوطن، من اجل الوطن كويس. اللي قاعدين يحاربوا على الارض شباب سوداني، الجيش السوداني كل بكل بكل الكل يحارب من أجل الوطن وليس من أجل الحكومة وليس من أجل أشخاص وليس من أجل قيادات وليس من أجل قبيلة وليس من أجل شيء آخر. الهدف الآن الهدف واحد، الوطن الوطن ثم الوطن. إذا كلنا بقينا من أجل الوطن ننقذ الوطن، بعد ذلك نجي على صناديق انتخابات، بعد ذلك نجي على هيكلة القوات المسلحة، بعد ذلك نجي على هيكلة المؤسسات الوطنية. دي كل أشياء مغدور عليها ما بعد الحرب. لكن حاليا نفرة الناس كلها نفرة من أجل الوطن. مجموعات مختلفة من دول مختلفة دخلت السودان مدججة بالسلاح، يعوس يمين وشمال داخل الخرطوم ومناطق مختلفة كويس. المسألة مسألة وطن. شكرا جزيلا لك، وشكرا لك يا عدلان. بس اتأكدت لي الكلام، اتأكدت لي انه الكلام اللي قبل شوية قلته، لكن الحاجة دي انا كنت قادر اتأكد منها من كذا نفر، لكن كده اتأكدت علي. شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. ها بزول الثاني اكد لكم الحاجة الحاصلة شنو، إنه بنات السودان بتباعن بس. يوسف عبد الله الطريفي، ترافيك انا والله ده لي واحد يخش هنا في اللايف ده يكون من الجماعة بتاع إعلان الحرب ناس التفاوض. أنا دار واحد عشان أقول لأنه وجهة نظره، عشان أنا أتمنى في كلهم منهم يفتح يعني أفهم واحد منهم بس أفهم، يعني لو من القوة من القيادات بتاعة القوة السياسية بتاع كويس وبتاع وقف الحرب والتفاوض، ومن الناس التعمل لهم أنا دار أفهم زول واحد يقدم لهم وجهة نظر نقدر كويس نقدر نفهم انه النازل دارين شنو، نفهم بس انه النازل عاوزين شنو، يعني داري دا يعني وجهة نظرهم شنو، يعني التفاوض شكله كيف والنتائج بتاعته شنو، هو المتوقع منه ودارين نفذ شنو.
وانا والله قاعد اقدم دعوات للناس واحد ما أنا. الشبكة بتاعت الناس كعبة طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ علي. مرحبا أهلا وسهلا. أنا أتكلم باختصار شديد عشان أدي فرصة لغيري. تفضل. قوات الشعب المسلحة إذا في شخص فرد من قوات الشعب المسلحة خالف عسكري بيدخلوا مكتب بيعملوا طابور جيزة بيحلقوا له صلعة بيقسموا الراتب بتاعه بيخش في 60,000 داهية. عسكري إذا خالف تعليمات بس فرد. سامعنا يا أستاذ علي؟ سامع. كيف سامع؟ إذا فرد جندي خالف تعليمات من جندي تاني بيخش في حاجات كثيرة جدا جدا. دي قوة اتمردت ولابد انها تتحسم عسكريا. واي معادلة واي معادلة سياسية او اي حاجة معناها نحن حنخش باجل المؤجل تأجيل المؤجل. اي مساومة في الحاجة دي ما بتنفع. ما بتنفع من اجل السودان. ما بتنفع لمستقبليا. مش ليك انت ولا لينا. لجيل غادم. الكلام ده كله ما بيصلح. لما يعني يتبلى انت بلبوس معي يتبلى مش يتبلى سيتبلى يتبلى واحدة دي ما كفاية ذاتها. لطيف يا لطيف كله لطيف. تسلم باختصار كده شديد. لا كلامك واضح جدا. شكرا. أيوه. شكرا شكرا لك. كلامك واضح جدا جدا كويس. ازول ده من النهاية. وبالمناسبة يعني ده كلام الشعب السوداني. يعني ده كل الشعب السوداني بس ما بس يجي من الجنجوي يتبلى قروش دول تزعل بس انه الجنجوي ده يتبلى عشان تاني ما تتكرر في العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام علي. مرحبا تفضل. والله يا اخي عندنا وجهة نظر دايما اوصل لك وشايف كلامك. انت اول حاجة الناس قاعدين يحضروا في اللايف ده كلهم ما من السودان. يعني وناس ما قاعدين في السودان كلهم خارج السودان. طيب. الزول قاعد في السودان هو الانسان اللي بيعرف الوضع في السودان. الوضع في السودان بيتطلب حل. حل سلمي. بلدي خلاص احنا كلمة بلدي الناس خلاص في السودان ما والله تأسي لو جيت السودان ما بتسمع زول بيقول الكلمة دي. الناس يا اخي ما لاقي تاكل. انت هسي عالد عشيت فتحت الكاميرا بقيت تتكلم. في ناس في السودان والله العظيم يومين الواحد ما بياكل. طيب. يا اخي اتغلنا. طيب. اتحدى فسي. اساسي احنا عملنا لكم تفاوض مع الجنيوي. انه بنزل السفاح. يا علي يا علي. يا اخي ما بتكلم معك. اسمع كلامي ما نور بسمع. طيب اس اتفقنا مع الجنجوي ده نخل اصلاح قلت له اخو جنبه ويجي وواقفين معاه قاعدين حايمين في النص. اسمعني خدت اصلاح ونبقوا واقفين معاك في النص. طيب انت حتقدر تاكل تشرب تاني؟ تقدر تاكل تشرب من وين؟ انت لو لقيت الامن انت اسي لو انت خليه من اكل وشرب انت الامن في نفسك ما لاقي. طيب. ما في واحد يحميك يا اخي. الحميك من انت لقيت الامن اسي لقيت الامن لقيت الامن حتقدر تاكل وتشرب مع الجنجويد؟ الجنجويد ده لهم ممكن سؤال؟ لا تزعلوا احنا كل النظر شعب السودان النظر مو ده منو ده؟ لا ممكن الجنجويد منهم هذا نفهم لا تقولون الجنجويد احنا صحيح صباح يعني ناس كده جات يا علي خليك
يا علي خليك انسان خليك انسان منطق يا اخي. الناس دي جو نازلين من السماء جو نازلين؟ لا جو كيف يعني؟ ممكن سؤال جو كيف الناس دي؟ يا زول احنا حي في كل حاجه. احنا صحينا الصباح لقينا في قوه تطلع بتطرد من البيوت يشيلوا اطلاقنا يشيلوا في بروشنا يسلكوا في النسوان. اها الناس دي جو كيف طيب؟ جو جيزو كان مع جيف جيزو جاء جاي من بر السودان. جو من بر السودان؟ أيوه كل القوة بتاعت الدعم السري جات من بر السودان. جيزو كانوا قاعدين مع جيف جيزو سوداني وجيزو جاء من بر السودان. أيوه جيزو كان سوداني وجيزو جاء من بر. أيوه جيزو تمرد على من جو من بر الجيش كان لمن جو من برا الجيش كان وين؟ الجيش ده ما كده في حدود آخر حدود السودان كده مع الجنوب قاعدين خلوهم خشوا كده. لا الجيش ده قاعد في المناطق حق فيها حروب. الخرطوم دي كان فيها 3000 عسكري بتاع جيش. 3000 عسكري بتاع جيش؟ ايوه يعني حدود السودان فاتح ممكن اي انسان يخش. الجنجويد ده فيه 65000 داخل الخرطوم اللي هم ده السودانيين. كان في 65000 جوا الخرطوم سودانيين صح؟ نعتبر انه سودان هو تمرد على الجيش. وانت دار تبيد ال 65000 دي دار تبيدهم كلهم صح؟ هو الردي كان ما عارف المات 81000 عشان كان ما عارف. خلي من المات ده احتبره الاجانب. المات ده الاجانب صح؟ خليك المات فعليا 81000 ده ما كلام هنا. ما نعمل لهم احصائيه. العمل لهم احصائيه منو؟ الاستخبارات الفرنسيه. الاستخبارات الفرنسية؟ أسي كان دخلت كتبت لفين جوجل دي قدامك عدد أقوى. طيب علي حلو دي حاجة كويسة إنه كوني يموت دل الأجانب المتصل. لا خليك من أجانب ولا سوداني إحنا ما فارق معانا أجانب ولا سوداني. لا من القوة تعداد فود 120000. طيب الاستخبارات الفرنسية عملت لك إحصاءات للمواطنين الماتوا؟ لا احنا المواطنين ما تعرفون المجمل اربعة في الخرط جرحى في 2000. السودان ما الخرطوم السودان ما كبير. في السودان عام عملت في حوالي 6000 في الجنينة قال تم قتلهم مواطنين تم قتلهم. عملت لك احصاءات للجيش ماتوا منه كم؟ عارفين احنا ماتوا من الجيش كم؟ كم ممكن كده تقديرا كده ممكن كم؟ 80 عسكر. 80 780 عسكر يا اخواننا. التزوير بتاع الحقائق ده ما بدي لحل وما بدي لسودان والله العظيم. يا اخواننا المشكله حاليا يعني انت دوكا بتقرير كم العسكر. انا ممكن اقول لك الماتوا كلهم بالتفاصيل وين كويس. انت لا يا علي الكذب عمره اسمع الكذب عمره ما بيخلق ما بيحل مشكله. حاليا المشكله دي اقسم بالله بدون تفاوض يا علي بدون تفاوض والله ما تلقى سودان. احنا بدون تفاوض ما دارينا ذاته احنا بالتفاوض ما دارينا. حصل انت مين قامت السودان اصلا؟ الجيش بتاع السودان اصلا ما حارب حروب دوليه يعني ما حاربنا مع دوله ثانيه. الحرب كلها في بعضينا. حصلت انت حارب يا حبيبنا ما في بعضينا. اللي حارب في السودان انه مجموعه من السكان بتشيل سلاح. لما الجيش ده حارب خلاص خلينا اكمل لك كلامي. انه الحرب في السودان دائما مجموعه من السكان بتتبعوا 500 نفر بتشيل سلاح بيطلعوا ضد الجيش بيقولوا عاوزين الجيش. الناس يطلعهم ضد الجيش شنو لو في عدل وفي قلتهم شنو طيب؟ قلتهم اي انت علي اسف خلاك تطلع برا السودان شنو؟ ساي انا قدمت كده قدمت فوق الله تعالى كده طلعت زي كده من يعني انت مرتاح في السودان خليت السودان وطنك وطلعته؟ هاي ما عندي والله مغترب يعني السودان ما لقيت فيه وظيفه بشهادتك الحلوه دي ما لقيت وظيفه في السودان. وظيفه عندي وظيفه يعني وظيفتي موجوده دائما. اطلعك شنو واحنا طلعنا شنو؟ هسه انا قاعد اتكلم معك ده برا السودان والناس دي كلها برا السودان قاعده في الموضوع. انا قاعد بمزاجي برا ما غصبا عني. انت يا علي احنا قاعدين نتواصل مع هنا في التلفون في السودان قاعدين نتواصل مع هنا. الكلام اللي قاعد تسمع من الشباب من اصحابك بيقول لك يا اخي والله متين الحرب دي تقيف يعني الناس دي ما دايره مواصله حرب. عارف كلام زي ده؟ يحكم منو ما يحكم منو؟ انا ما بزعل في الناس ده. انت بتقول لي يا اخي الحرب دي تقيف
أيوة. أنا دار أزالك من حاجة. يعني مثلا قروشنا ونسواننا عرباتنا اللي سرقت دي نخليها؟ يا علي اي حرب في الدنيا دي عندها خسائر. اي حرب عندها خسائر. يعني دي اسمها حرب. ما جايين الناس عشان احتفالات والله. اي حرب عندها خسائر. نعم ما سامعك انا والله. انا سامعك قلت لك الحرب عندها خسائر. اي حرب ما فاهم. انا ما فاهم يعني ما خلاص جدا ما مشكله نخلي القصه نخليها. ما ده زي ده بيقول لك ها عايزين الحرب تجيف. تجيف لشنو؟ تجيف يعني اتمنى السودان يخلي حياتي دي كلها عشان السودان يخلي حياتي دي كلها عشان الحرب تجيف. يعني شنو يعني بس خسر حياته كده والموضوع. السلام عليكم يا استاذ علي. مساء الخير علي يا اخبارك. انا والله ان شاء الله ما سامع صوتك. في ضد ربلي بالماسنجر تضيع الصوت هاي يا اخي. ممكن تتكلم صوت ما بسمع كده. صوت ان شاء الله يكون مسموع. انا ما سامع. ما سامع. الله مشكلة. دينا حسابي دائما ما عارف الحاصل فيه شنو. دائما كده متابع.